والله جوع من سامي عرابي. ايوه والله والله كافيونتي مو بس هيك، الحقيقه جوع اذا بتفوت الشباب، يعني شو بدي اقول لك، مواهب خامات خامات في ثلاث سيارات عم بينا كبار من سمير يوقف وانا شو عم ساوي عم ساوي نخبون نخبون نخبطون عم نقول نعم عامل استراتيجيه الخطه 2 لا 2 1 لا 1 اي شلون افيونتي دحوك في الشرطي وفوت شوف بعينك لما رح نصدق دحوك روح ابو ليلى شو اللي هلا انا بدي اطمن عليك الوضع جوا شلون مبسوط انت لا والله كل شيء تمام التمام ما في احلى من هيك رواق على 24 مروقين كثير يعني طيب مضطر اكرك انا والله دقيقة لا تعكر بلش العريس معصليج ومو راضيان يسقط حقه ان شاء الله عمره ما يسقط حقه، ان شاء الله قلن قلن صارفته، وعلى مهل ياخذ راحته. شلون يعني هيك لك قبل ليله؟ بدنا نطالعك نحن منوم. والله سمير اخي اختي، ايوه شو بدك تطلع شو قلت؟ لك ايه بدنا نطالعك، ولا هيئتك مبسوط هون؟ والله هو من جهه ماني مبسوط، مبسوط كثير بس. اخ بس لو في نسبه. قرب لهون لك سويدة لك شغلة فهمت عمي انت شرطي لا تدخل بيادنا بس دي لا تدخل عمي اسمع لك شغلة انا بالنسبة لي والله ما تعرف شو عم تساوي تحت لا تقول لي مشاء الله خليك تحت مين سمين لك ابو ليلى بوسه لايدك شو تساوي ما تساوي خلصنا بدنا نطلع يلا ما سألنا طول يا اخي انت شرطي الله يوفقك لا تدخل بيادنا خلص انا اخي بقول لك شغلة انا مبسوط مستمتع قاعد هون في عندي شغل لك شغل شو بدنا نمشي يلا جيب اغراضك وامشي يلا بينا ان شاء الله السلام عليكم يا شباب يا لطيف يا لطيف يا لطيف الزلمه مو بشكله شو احترموني بظباطك يا مسير شباب انا اعزائي الحضور انا لا ما دخل مو هي مو شو هي دخيل شباب في خبرين بدي اقول لكم اياهم الله يخليك واحد مفرح شوي واحد بكركب اول خبر مفرح بدي اقول لكم اياه انه لا خليني يعني مكركب ايه بدي اترككم وهذا الشيء بدي اياكم ما تتخازنوا ما تتراجعوا بدي الفرقه كل يوم تعمل تدريباتها لو بدنا كذا لو بدنا كذا رح نضل هيك ماشي والخبر الثاني المفرح بدي اقول لكم اياه انه انا افرجوا عني يلا والله ولا حدا بيحكي ولا بيقوم ولا بيكلم ولا خليلا خليني اعطيني السطر لرجعوا مستاجروا لانه بدي رجعوا ما حدا يزعل ولا حدا خلاص خاطركم شباب شو هي هي والله انت الخطاف الزعزوع الحمد لله على سلامتك ألف الحمد لله على سلامتك يا أبو ليلى هيك ها هيك بدنا ياك يلا بكرة حلوة الدنيا تعرف درس بيتعلم منه الواحد يا أبو ليلى شو عندك درس هاي الشباب ليكن ناطرينك شو هاي اضرب وحرق لا لا تخاف اضرب وحرق لا لا تخاف اضرب وحرق لا لا تخاف كلها حبسة وهزكتا كلها حبسة وهزكتا كلها حبسة وهزكتا تعال لك هون معلمك عنده حريق معبا قل له علم عليك يا لطيف لطيف وليد يا وليد تعال كل انا ماشي تعال كرزق داشي والله الله ما انا لك وليد والله اسلخ جلدك عن عظمك والله تارك المحل لانه هذا محل مو الك وليد لك انت هون عدمني عليك اهلين معلم الحمد لله الله يسلمك الله يغضب عليك شو شفتي ليش وين كنت انا؟ انا كنت عم جيب لك بطيخه حلوه وخروج لك انت عم جيب لي بطيخه بس انا وين كنت؟ انت كنت في اشاعه انه كنت انت بالسجن وراء قبله والله كنت بالسجن انا الله لا يوفقك لك وينك؟
جايب لك طلطي شرط بالسجن عن جد بتذبح شغله بتطير عنك وين يا متفكر انه فلتت الامور بغيابي بدي اسمع لك بكره كل شيء ها دير بالك على المحل وبتخلص سكر انا بدي اروح شكلس اموني مع فاتن ابني لان ان شاء الله بتقبشني يا ربي يا عبد إذا بدك تطلعي معي بدك تفوتي لعندي تاني والله غسلت الزوابط لحتى ليحة والله هذا اللي كان ناقص طيب أنا شو هي ونار غير هالشغلة البشعة ما دبقت فيك يقول عنك خريج حبوس شو زنبي أنا شو زنبي ولا قبليلة ما تكون عاملة قصد مشان تفرجين أنك رجال وخريج حبوس لا والله ما بتكون شو هيك الساعة اللي من الحبس كله رطوبة يعني 50 ليرة قبليلة أجار مروح شو القصة إيه؟ تطلع من الصبح ما بتجي لآخر الليلة سكر المحل لك زبونات المحل أهم مو هيك لك والله والله جاي على بالي اطلع بروحك وخذ بدالك على الحبس مات شوي بقى شوي بقى ايه تدري قد ما بلف والله أحمد أخذ أختي شو هاي هيك شو هاي بفط لك شو سمك ما سمك لك في دخي شو هيك عم قل لي خلص انت بس ريحي حالك عدو انتو تستتوا لك ليش اقتلعي لعي بلا طعمه لسه في عندي نزله على الايشاني شباب شو بكم خالي والله وكيلك بالله ضربوه عم ضربوه من لك قوم تعالوا يا ولي خليك انت هنيك قوم شوف شو بدها عواطف لك جد ما شو عم تساوي انت سعاد عم بتكحك لك ايه شوفوا شو بدكم مشان هيك بري شو شو سكلما سكلما ونجوم وكواكب ومار شو سويت لها تعامل شو سويت لسعاد عرفتها والله معلم هذا ما عاد يشبعكم لاني انا اصلا لما بيجي بتهدر روحي عني بك كم انا ما بدي اديك مشان انا ما بحسن والله كمان انا بطلع اصلا هلاك تيجي ما تجي لعندك بتحكي لي نفس القصه لك حفظتها ما بدك تجي انت شو هي 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 السيلة اللي بتعملها ايوه خلص هلا بس يجي ابو جان بحكي علي لك اسمعي لك سعاد اسمعي شو عم تحكي عم تضربنا بحجاره قال انا بدي اتسنى لحتى يجي ابو جان يحاسبني لك انت بتحمي راسي خذي من اخي ما حلوه منك يا عم هاي تعالوا مع ابو ليلى وليد تعال خذ لك راس من الاول وصل لهم اياهم الاول لا لا احنا بناخذهم احنا هي انا خذتك قالك عوده عوده متعوده اسمعوا شباب علي الحرام غير يوصلكم يا ولد يلا خلص روح يلا معي يلا يلا خلص علي سهل علي برمشي ليش مو هيك روح شباب بدك تضيع على عيونك راسي ما وصيني يلا ولي الاوراق والله ابريني يا رب ان شاء الله ما يبدا ان شاء الله اسمحي لي شوي دخيل عينك انا رقصه صغيره لك هلا بيشوفونا لك بس فتلي بس فتلي عادي قسما بالله بطيئة ان شاء الله بتقبرني الضحكة هي ان شاء الله بتقبرني شو هيك مع الباي عن جد اضحك عن جد انت ظريف ومهضوم الله يخليني اياكي والله انت الظريفة وانت المهضومة لك ان شاء الله بتقبرني منين جايب والله جايب الحلاوة منين جايبتي الحلاوة هي هلا عن جد انا كتير حلوة شو حلوة ومثل ما قلت لك كمان مو بس حلوة انا هيك عم بتحلو فيني ايه ما قولي ابو ليلى حب من اول نظرة لك رقم من اول نظرة لك مو من اول نظرة ان شاء الله بيسلموا يا رب رسالة الطوق لرجليك ان شاء الله بتقوريني مع احلامي يا رب خلص ابو ليلى انا تأخرت بدي امشي لا وين تمشي بتعرف انه انت كتير 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 ظريف والله بدي اروح سخنت والله انا سخنت خير ما فيك شيء لا ما في شيء بس صارت والازرار تحت كنت بدي اجيبهم ما في شيء معلم صار له ساعه مسكر السوق يعني شو اي روح خلص انت روح خلص خلص ابو ليلى صار لازم امشي لك والله ما بتمشي خليك قاعده والله مبسوطين مع بعض روح انت خلص روح انت خلصنا انا بمشي خليكم تخانقوا مع بعض يا الله بتلمون وبتعتل الزرار وبتسكر الغلق بعد ما تخلط ولا تجي مكرقه